المغاربة معروفين بالقلب الكبير والأعمال الخيرية وأسود الأطلس، أكدوا على أنهم وليدات الخير. لكن كيفاش؟ من بعد ما تألقوا رفقة المنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم ودخولهما إلى قلوب المغاربة والعالم من الباب الكبير، تمكن الدوليين المغربيين مزراوي وحكيم زياش من حجز مكان جديد في قلوب عدد من المشجعين بسبب أعمالهم الإنسانية. النجم المغربي نصير مزراوي تصدر عناوين في ألمانيا. واحد الصحيفة كشفت بأن نصير مزراوي تبرع بما يقارب عن 280 ألف أورو لأعمال خيرية في المملكة المغربية. وحتى حكيم زياش أقدم على نفس الخطوة عبر التبرع بما لا يقل عن 325 ألف أورو لأفراد من الطاقم التقني للمنتخب المغربي ومؤسسات خيرية. وحسب الصحيفة ذاتها، فهذه المبالغ المذكورة عبارة عن المكافأة التي تحصل عليها أسود الأطلس مقابل الإنجاز التاريخي الذي حققه رفقة المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم قطر 2022. هذه المبادرة الخيرية تلقت واحد الإشادة واسعة من طرف نشطاء منصات التواصل الاجتماعي والمهتمين بالشأن الرياضي سواء في المغرب أو خارجه.